منذ بداية حرب غزة، تصريحات متطرفة عدة تواترت على لسان مسؤولين إسرائيليين تراوحت بين وصف أهالي غزة بصفات مشينة ووصلت إلى حد المطالبة بإلقاء قنبلة نووية عليهم. آخر هذه التصريحات خرجت على لسان نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس أريه كينغ، الذي دعا إلى دفن الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة وهم أحياء، وذلك بعد انتشار صور اعتقال الجيش الإسرائيلي للعشرات منهم شمال القطاع. كينغ ذهب في تصريح عبر منصة إكس إلى أبعد من ذلك، عندما قال إن دفنهم أحياء هو الطريقة الوحيدة للتعامل معهم، لأنهم ليسوا إلا مجموعة من النمل وفق تعبيره. وسائل إعلام عدة نقلت صور عشرات الفلسطينيين الأسرى اعتقلهم الجيش الإسرائيلي وجردهم من ملابسهم، قائلا إنه يحقق فيما إذا كانوا مقاتلين ينتمون لحركة حماس، وسط نفي من الحركة لذلك وتأكيدها بأنهم مدنيون جرى اعتقالهم من مدرسة للإيواء. تزامن ذلك مع تأكيد فلسطينيين تعرفوا على ذويهم من بين الأسرى ونفوا صلتهم بأي جماعة في غزة.